وإخوان وأشقاء شكري، نلتقي اليوم بالذكرى الثانية لاستشهاد هذا المناضل الذي وهب حياته دفاعا عن الحرية والكرامة، حرية وكرامة الشعب التونسي، حرية وكرامة كل المناضلين العرب. تمر ذكرى اغتيال الأخ والرفيق الشهيد القائد المناضل شكري بالعيد في لحظة تشهد نجاح رفاقه ورفاق دربه في الجبهة الشعبية وأبناء شعبه التونسي الشقيق بتحويل هذه الذكرى العلامة في تاريخ تونس الحديث من ذكرى ألم إلى ذكرى أمل. ذكرى ألم قاس خلفته جريمة الاغتيال الإرهابية البشعة التي غيبت بالرصاص الغادر جسد أبرز قادة ثورة الكرامة التونسية الذي كانت فلسطين ومعاناة وتطلعات شعبها بوصلة عقله ووجدانه المضاءين بالفكر والنب النير والعاطفة الصادقة والعمل الدؤوب لتأطير انتفاضة شعبه والوصول بها إلى أهدافها الوطنية والقومية والإنسانية. وذكرى أمل أيضا يحدوه ويغذيه إرث القائد الشهيد شكري بالعيد الفكري والنضالي بأن يكمل رفاق دربه وقوى شعبه الحية السير على درب الكفاح الوطني التقدمي الديمقراطي في ظل راية نسجت بخيوط دم الشهداء الأكرم والأعلى منا جميعا من أجل الوصول بتونس شعبا ودولة ومجتمعا إلى حيث كان يرنو شكري ويتطلع ويسعى الشهيدان القائدان شكري بالعيد ومحمد البراهمي وسواهما من شهداء المسيرة النضالية المستمرة. أيتها الأخوات، أيها الأخوة، إننا في فلسطين يربك نضالنا ويزيد من صعوباته أي خلل وأي انهيار أو أزمة قاسية أو تصدع يشهده أي قطر وأي دولة عربية لأي سبب كان داخليا أم خارجيا. ولذلك من الطبيعي أن نتألم بعمق لما تشهده بعض الدول العربية حاليا من أزمات حادة، فقد عصبت مؤسسات الدولة ووحدة المجتمع فتوقفت تطور هذه الدولة العربية أو تلك وازدهار شعبها، وفي الوقت نفسه تعطلت إرادته وقدراته على المساهمة في دعم قضيتنا العادلة وإسناد نضالنا المتواصل من أجل استعادة حقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. ومن جهة أخرى ومقابلة يشد من عزيمتنا أن نراقب بفرح خروج دولة عربية من أزمتها لتكون نموذجا للانتقال الديمقراطي واستعادة الدولة لتماسكها وعافيتها لمواجهة تحديات الإرهاب الذي يضرب بوحشية في أصقاع منطقتنا مدعوما برهاب الدولة الصهيونية وإرهاب الإمبريالية العالمية. فكيف إذا كانت هذه الدولة المعافاة بإذن الله دوما وإرادة شعبها وقواها الحية هي تونس الشقيقة، هي تونس العزيزة على قلب كل إنسان فلسطيني؟ هذه تونس التي كانت وما زالت وستبقى الظهير الوفي المخلص للقضية الفلسطينية، تونس التي احتضنت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية حين عز النصير ومزج شعبها دمه بدماء شعبنا في مواجهة العدوان الإسرائيلي وتقبل ثراء النبيل رفات شهدائنا حين عز المثوى الأخير. إن شعبنا الفلسطيني وقيادته الوطنية الشرعية وفي مقدمتها الأخ الرئيس محمود عباس مطمئن وواثق بحكم التجربة وشراكة الدم والكفاح بأن تونس الديمقراطية التي لن تدخر جهدا في إسناد قضيتنا في المحافل العربية والإقليمية والدولية وغيرها من ساحات النضال، خاصة وأن كل تونسي حر مثله مثل كل إنسان حر في العالم،
يؤمن بأن حريته ستبقى منقوصة ما دامت حرية فلسطين وشعبها محاصرا بالاحتلال الإسرائيلي وقيوده الصادئة.